ورجعنا لكم تاني في لمتنا الحلوه، والنهارده معانا ضيف مميز جدا. الحقيقه بيقولوا في مقوله بتتقال اسمها ابن الوز عوام لما يكون في شبه ما بين الاب واولاده، بس النهارده ضيفنا بياكد لنا انه كمان مش بس في الشكل بس كمان في الشغل. معانا ابن الفنان الراحل القدير خالد صالح، معانا احمد خالد صالح اللي شارك في مسلسل 30 يوم في رمضان. احمد اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. في الاول كده اديني يعني زي نبذه، يعني كنت تدرس ايه، اتعلمت ايه، الحاجات دي كلها. اوكي، انا كنت في الجامعه الامريكيه AUC، لسه متخرج اول السنه دي. كنت بدرس اول ما دخلت الجامعه، كنت لسه مش عارف ايه احلى حاجه ممكن اعملها. لسه في اول ما دخلت مش عارف انت عايز ايه اصلا؟ لا مش مقرر حتى التمثيل خالص. ما كانش في دماغك؟ لا هقول لك الموضوع ده. انا في الاول كنت عاوز اطلع طيار. الموضوع كان كان قالب اللي هو كان طول الوقت هتطلع زي بابا، هتدخل انت كده. فالموضوع قلب عند طفولي شويه في ان انا لا مش هطلع زي بابا، انا هطلع اي حاجه ثانيه. انا عايش في جلباب ابي بالظبط، اللي هو سكه. ايوه شفت ايه، ما جابت لك المسلسل بالظبط. فطب هعمل ايه؟ انا بحب الطيران وبحب ان انا ابقى في الكابن، واكتر من مره طلعت وحسيت ان هو دوت الباشن. طب اطلع طيار؟ طب لا مش ستيبل. قعدت اتكلمت مع بابا فقال لي هتطلع سواق. سواق طيار بس؟ يعني هو عمل الطيار بقى سواق؟ هو يعني هو الموضوع كان هزار بس هو كان عنده هي الحته بتاعت ان هو عنده كتير صحابه طيارين، فما كان عارف ان الموضوع مش ستيبل، مرهق جدا كمان، ومرهق ومش سهل معاه انك تكون عيله ويبقى في بيت ثابت وكده. فقال لي طب يلا ادرس اي حاجه تانية، ادرس اي حاجه ثابته وبعد كده ادخل طيران براحتك، اعيش في اي مشكلة. ما عنديش اي مشاكل بس تبقى درست حاجه ثابته. فيلا ندخل جامعه، ندخل ايه؟ انا حابب اي سي جدا وحابب بس ما كنتش مقرر ان انت تمثل. لا انت يعني عارف انا مستغربه من ايه جدا؟ ايه؟ ان انت لما قررت تمثل يعني انت عارف انا عايز اقول لك ايه؟ ما خدتش القرار ووالدك عايش، هو اكيد كان هيساعدك كتير. طبعا انت خدت القرار في وقت انت لوحدك. ليه حبيت التمثيل اصلا؟ ليه انا من زمان جدا وهو يعني كنا مع بعض في مسرحيات، يلا بينا مسرح. كان هو كان شغال زمان مسرح قبل ما يبقى فيه تلفزيون وسينما. قبل ما يدخل التلفزيون والسينما كان مسرح، فكان سحر المسرح. هو المسرح اصلا ادمان لوحده، المسرح اصلا يعني طاقه مش طبيعيه. فانا كانت الطاقه دي بتأسرني، بحس ان المكان ده حلو قوي بس انا مش عارف، مش متاكد اذا كنت عاوز ابقى فيه ولا لا. وانت اشتغلت مسرح؟ انا تخصصي في الجامعه كان مسرح. مسرح الجامعه. بالظبط، يعني ابتديت في الاول سياسه واقتصاد، كنا لسه خارجين من الثوره بقى في الحلقه بتاعت الثوره جايه، نغير ونعمل بعد كده كملت في بوليتيكال ساينس ايكونومكس حوالي سنه ونص او سنتين. بعد كده لقيت عادي، يعني الموضوع مش محتاج شهاده خالص عشان اتكلم في السياسه، ولقيت ان الموضوع مش حابه بجد، يعني اللي هو انا بحب ومهتم بان انا اعرف عن التاريخ وعن السياسه وعن الاقتصاد والحاجات اللي ممكن تقوم البلد وكل الكلام دوت، بس في نفس الوقت مش دوت اللي انا حابب ان انا اكمل فيه بقيه حياتي. احمد انت انا اسفه لا اتفضلي. في حد ساعدك؟ يعني في حد ساعدك من الوسط عشان خاطر والدك؟ طبعا الحمد لله. بصي يعني من زمان قوي لما كنت اقعد اتكلم مع بابا في الموضوع فان انا حابب، احنا جينا فتره بعد كده اول ما دخلت مسرح، هو طبعا كان عارف ان انا داخل مسرح. فقعدنا اتكلمنا، فطب ايه بقى مش هتعلمني؟ يعني هروح اتعلم عيب قوي بقى الصراحه، يعني هروح اخد كورسز بره وورك شوبس وانت عندي مدرسه هنا في البيت. فكان اغلب الوقت ساعتها كان هو بيبقى مشغول. هو سبحان الله كل حاجه يعني هي خطه مع ربانيه، خطه الهيه بنعرفها بعدين. فكنا كل ما بنيجي نتكلم يقول لي لا روح انت اشتغل على نفسك ووريني ان انت فعلا يطلع منك حاجه ما انتش داخلها ابناء عاملين، يعني زي ما بيقولوا اللي هو بابا ممثل فانا هطلع ممثل، بابا دكتور انا هطلع دكتور. بالظبط، بابا حرامي هطلع حرامي. يعني اللي هو بابا ايه انا هطلع زيه ايا كان. فكنا كلنا بنيجي نتكلم في الموضوع يقول لي يلا روح اشتغل وريني انت لوحدك هتعمل ايه. لان هو بنى نفسه من تحت 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 الصفر بكتير. يعني هو الدنيا كلها كانت معارضه فكره ان انت ممثل ايه يعني. بس دي بتهيألي مشاكل اي حد بيقرر ان هو يكون فنان، في اي فنان مغني ممثل لازم يعني يجي له المشاكل دي. بس كل ما الوقت بيتقدم اكتر كل ما الدنيا بتبقى اسهل شويه. يعني دلوقتي ما اعتقدش ان الاهل بيواجهوا اولادهم بنفس الشكل اللي كان بيحصل زمان، في فكره ان انت
يعني عاوز اطلع رسام. رسام ايه يا حبيبي؟ انت تطلعه يا حبيبي اشتغل بيزنس وبعد كده دي هوايه على جنب. عاوز اطلع ممثل. ممثل ايه؟ ما مصر كلها عاوزه تطلع يعني اي حاجه، كل الناس كلها عاوزه تمثل. طب احمد امتى الوقت اللي جه فيه قلت انا خلاص قررت امثل؟ اول كورس مسرح خدته حبيت المسرح. اول ما ابتديت اعمل الحاجه يعني طول ما انا بره انا مش عارف هل انا بحبها عشان هي فيها سحر وفيها ابداع، ولا انا بحبها عشان فعلا انا بحبها وعاوز اعملها بقيه حياتي، هي دي الحاجه اللي انا عاوز اعملها بقيه حياتي. فمجرد ما خدت اول كورس مسرح، الكورس كان يعني كل حاجه، اخراج وتمثيل واداء، يديك حاجه جنرال عامه على المسرح وانت تلاقي بقى كل حاجه في المسرح بالظبط. فدخلت فطب انا عاوز اعمل ايه في الكورس دوت؟ انا عاوز امثل، عاوز اجرب التمثيل. فاول ما اول دور خدته الموضوع كان كله على بعضه دقيقه ونص دقيقتين حاجه. هو ما خدش منك ثانيه تفكير اصلا انا عايز ابقى إيه؟ ممثل. لا هو وانس ما خدت الدور دوت وبقى معايا ورق بقراه وخلاص انا بحضر الكاركتر، الكرياتيفيتي او الخيال بقى ابتدى يشتغل وانا مش عارف انام عشان عمال بفكر التفصيله ديت تتحط فين، طب ما اعرفش ايه تعمل ازاي، طب بكره هيبقى يعني اللي هو ايه الموضوع. لقيته لا كابتشن جدا وحاسس ان انا حابب ده. انا حابب ان انا اكمل في دوت بقيه حياتي. طيب احمد اعترف دلوقتي قاعد على كرسي الاعتراف. كرسي لا بتحب خايف على طول من غير ما تفكر بتحب؟ اكيد بحب. اكيد بحب بحب كل الناس. بحب ماما وبحب والله حياتك الشخصيه يعني لو مش عايز تتكلم فيها انت حر يعني. لا هو فعلا ما فيش حاجه اتكلم فيها يعني. لا ما فيش ريليشن شيب. ايه ده ازاي يعني؟ يعني شاب وسيم كده وممثل وذوقي ما فيش قصه عاطفيه في الموضوع؟ لا فعلا ما فيش. ولا كان في؟ اكيد طبعا كان في. لا مش معقد. لا بصي مش هيكذب يعني هو لازم برضه يقول كان في بس مش عارف يعني. انا دلوقتي حاسس ان انا حبي للتمثيل اللي انا بعمله واخدني شويه مسيطر طبعا على كل. لا وبجد بجد يعني حبي تجاه والدتي واختي دلوقتي واخد مكفيك عاطفيا بالظبط. يعني فهو فعلا مكفيني عاطفيا بلس ان فعلا انا بحب اللي انا بعمله. انا بحب الشغلانه دي يعني ايفن لو ما بمثلش دلوقتي حاجه او ما بحضرش دلوقتي حاجه حابب ان انا اشتغل ورك شوبس. يعني انت يا احمد يعني سؤال جه في بالي كده، ممكن تقول انه مثلا الحب الشغل ممكن يغنيك عن الحب عامه؟ لا طبعا مش ما تبقيش اوفر يا نادين يعني. لا على فكره في ناس بتحب شغلها لدرجه ان هي مش انانيه بس لدرجه ان هي بتبقى انا مش شايفه غير هو ده. في يعني اكيد في طبعا بس ده بيبقى مرض. بس ده مش مرض على قد ما هو تعود. ايوه مرض الشغل. تعود يعني تعود. انا بوصل لمرحله في ان انا خلاص انا مستكفي بشغلي بحياتي بنجاحي تمام، حاسس ان انا ساتسفايد بنفسي راضي بكياني لوحدي. بس انا بالنسبه لي شخصيا لا طبعا يعني احس ان لا مش هينفع الواحد يبقى عايش حياته كلها عشان شغله. فيها سنه انانيه برضه. قلت هي مش انانيه بس لا هي فيها سنه احساس بالنفس قوي اللي هو لا انا مش هقدم حاجه للدنيا غير شغلي ونفسي. وشكرا جدا. عاجبكم مش عاجبكم ماليش دعوه. لا مش حلو مش مقنعه. طيب انت دلوقتي بقى هكلمك عن اول بقى في الشغل بقى اول ظهور ليك على التلفزيون مسلسل 30 يوم. ايه بقى احكي لي؟ احكي لك 30 يوم. انا كنت مسافر. انا من اول ما خلاص خدت قرار في ان انا همثل وان انا خلاص هو دوت الفاشن هو دوت اللي انا عاوز اعمله ابتديت بقى انزل كاستنجز واوديشنز وورك شوبس بلس ان انا اوريدي كنت بدرس مسرح فمش ما كنتش حابب فكره ان انا صاحب بابا يزقني عمه هيدخلني يعني هو ما كانش هيبقى حابب الفكره دي لان هو لو كان هيحبها كان هيعملها اوريدي من عنده سهل قوي ان هو كان يطلعني معاه في اي حاجه وما حبيتش بقى فكره ان واسطه او ما فروحت اوديشنز ورحت كاستنجز واكتشفت ان مصر كلها عاوزه تمثل كلها طوابير الكاستنجز طويله مش متخيله يعني ممكن واحد يقضي حياته في كاستنجز عرفت ان الواسطه بتنفع؟ في ناس بتقضي ساعات عرفت انها بتنفع طبعا بتنفع بس في نفس الوقت مش هي ما بتثبتش يعني ما بتثبتش بس لو انت عندك الموهبه يعني في ناس بتوصل بالواسطه طبعا بس لو انت عندك الموهبه هي دي اللي هتثبتك بالظبط كده هو ده بالظبط قصدي. فكنت مسافر فبعد ما عملت شويه اوديشنز وكاستنجز فكان في حاجات بتيجي يلا بينا نعمل ريكاستنج وكده 30 يوم ما كانش من ضمنهم 30 يوم انا ما كنتش عارف عنه اي حاجه لحد ما استاذ احمد سمير المنتج كلمني انت فين انا مسافر طب تعالى لي بكره طب
طب بمناسبة 30 يوم ممكن كده نروح نشوف مشهد مع بعض ونرجع يلا تاني؟ يلا نعمل كده. يلا. وعايزك تقول لهم أنا اتفقت معاك نسبتي تبقى عاملة إزاي. طيب، هو إحنا 7 شركاء في المشروع، وطارق طبعا بطبيعة الحال واحد من الشركاء دول. طارق كان متفق معايا إنه هيقسم نصيبه على 3، طبعا جزء باسم طارق وجزء باسم يوسف وجزء باسم شيرين. هوريكوا دلوقتي بالظبط اللي أنا بتكلم فيه. التقسيمة اللي أنتوا شايفينها دي هي دي نصيب طارق من المشروع، نصيبه من الأرباح. وزي ما أنتوا شايفين متقسمة على 3، زي ما شرحت لكم دلوقتي. والمشروع قدامه قد إيه ويبتدي؟ يعني نقدر نقول 6 شهور. إحنا كان عندنا مشكلة في السيولة. كنا عاملين قرض من البنك، والحمد لله القرض اتوافى عليه النهاردة. أنا عاوز أعرف بقى الأرض متباعة بكام وطارق نصيبه كله كام في المشروع؟ أرض؟ أرض إيه؟ لا ما تشغلش بالك أنت كمان. أنت عملت اللي عليك وزيادة. شكرا. لا، ما أنا عاوز أعرف أنت بعت الأرض بكام بالظبط؟ أنا شعرفني إن لما نصيبك ده وتتقسم ناخد زيك. لا 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 إيه ده؟ إيه يا طارق؟ آخر مرة تمد إيدك على حد بناخد. ضربت بالقلم في اللوكيشنز بتاعت المسلسل، لأن أستاذ حسام المخرج كان هو واحد من الناس اللي عارف هو بالظبط عاوز ايه من الممثل ومن الاضاءه، يعني اللي هو بيبقى داخل ندخل هنشوت الدنيا وتمام خلاص. فالقلم انا كان بالنسبه لي فكره ان الكيمستري ما بين الاخوات ما تديش طارق ان هو يضرب بالقلم، ويوسف مش هيقعد بعدها في المكان لما يضرب بالقلم. وهو مش ناضج كفايه ككاركتر يوسف ان هو يرياكت للموضوع. فعشان كده الناس كلها كانت مستوعبه، يعني الناس كلها كانت بتكلمني ايه الدبدبه اللي انت كنت بتدبدبها وانت انا استغربتها شويه برضه ليه بتدبدب. اه ورحت ناطط من فوق الترابيزه ومفيش اي رياكشن، مفيش اي اللي هو مش واقف قدامه كاخ فعلا وبتاخد موقف وبتاع. فكنت كلمت مع استاذ حسام ومع اسر في ان احنا ما تيجي نخلي القلم مش يعني خليه حبي كده يعني مش عشان فكره ان هو ما يبقاش فيه قلم بس عشان فكره ان هو مش هيبقى راكب قوي مع الكامستر. هو ده كان مشهد صعب القلم ده ولا في مشاهد انت عملتها؟ لا هو كان من مشاهد التريكي شويه يعني ما كانش صعب. يعني ايه اصعب بس. مشهد انت عملته؟ اصعب مشهد كان اصعب مشهد كان جسديا مش كتمثيل، كان المشهد بتاع من حلقه 22 اللي هو بيقع فيه لما ضربك لما بيتضرب بالرصاص الالوان. كان صعب لان مش سهل ان انا اقع ويبان ان انا بقع بجد، مش حاطط ايدي ورايا او حاجه. وما كانش في حاجه طبعا محطوطه على الارض لان الكاميرا كانت محطوطه على الارض عشان تبقى جايبه التراب والوقعه وكده. فوقعت اول مره وطبيعه الدنيا في ان انا لما الواحد بيجي يقع وهيقع أيوة ده تحدي لا هقع. طب تيجي نشوف المشهد ده؟ انا شخصيا عايزه اشوفه بصراحه. يلا نشوفه. خلي بالك قوله بقى يعمل ايه ولا ما يعملش ايه. بس بص بقى انت في الحته اللي هناك ده، وحاول ما تبصش ناحيتنا خالص عشان هو جايز يكون مراقب الشارع. اول ما يجي لك احنا هنيجي بقوه نتعامل معاه. لا اله الا الله بطل. الحمد The magic spell you cast. This is love the unrose. When you kiss me, heaven sighs. And though my eyes, I see love. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where is blue. And when you speak
angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me and life and all. Yusuf! يوسف! يوسف! ايه ده؟ انت كويس؟ يعني كلمني عن الرياضة في حياتك. كلمني عن الرياضة والمرونة واللياقة في حياتك. لا خلاص، هو فعلا كانت يعني هو اللي هي فكرة هتقع من غير ايدك ديت، هي حسستني باللي هو لا حبيبي انت حتى ما عملتش كده يعني، انت هو رمى نفسه يعني، انت رميت نفسك. هو كان في ناس كتيرة قوي بقى واقفة بتتفرج يعني. في اليوم دوت كنا بنصور في المعادي في الشارع، فكان في جمهور عريض واقف بيتفرج. طبعا فالناس كلها كان مجرد ما بخلص الوقعه بقوم بلاقي اثنين ثلاثه اللي هو يعني لا هو انت وقعت كذا مره؟ برافو. انت عملتها كذا مره؟ حوالي ست مرات عشان تظبط في ان انا في ان انا ما ابقاش ساند فانا هقع. طب احمد، المشهد ده بقى ظهر فيه يعني ابطال المسلسل آسر ياسين وباسل خياط. احكي لي بقى عن الكواليس اللي انت تشتغل مع ابطال المسلسل لاول مره. الحمد لله انا بجد يعني انا دخلت لوكيشنز كتير، ما صورتش كتير، ديت اول حاجه صورها، بس دخلت لوكيشنز كتير، ودوت من اكتر اللوكيشنز اللي حسيت فيها بحب بجد. الناس حابه بعضها، الناس حابه المشروع، الناس مؤمنه باللي هما بيعملوه، كل حد عارف ان هو مفيد في الموضوع، فكل حد قلبه قوي على المشروع. فلا كواليس كانت حلوه قوي، الناس كانت في تناغم كامل. هو الابطال المسلسل عامه بالفريق العمل كله كان في فعلا زي ما انت بتقول تناغم ما بينهم وروح حلوه وحب لبعض. ومثلا انا باجي بقول الجمله بشكل معين واحنا لسه بنبروفا، فالاقي استاذه سلوى تيجي تقول لي طب ما تعمل كذا. فلا الموضوع كان حلو قوي الحمد لله يعني، كان حلو قوي بجد. وآسر اخ كبير يعني بجد يعني. كلمني بقى عن النجم خالد صالح. الله يرحمه. ايه اكتر دور بتحبه؟ ليه؟ اكتر من دور بصراحه. ما لا ده احنا كلنا يعني بنحب كل يعني الادوار يعني، ما فيش اختلاف بالظبط كل الادوار، بس انت في اكيد حاجه مميزه مثلا بتحب الدور ده. هي فوضى بيتك وهي حاجه كده حلوه قوي. الله يرحمه. بالذات ان هو كواليسه بعرضه في مهرجان فانس بالذكريات بتاعته، فعنده ليه حته كده معينه عندي. وكدور برضه هو كان من احلى الادوار اللي هو عملها، وكان مؤثر قوي وكان حقيقي قوي اللي ملوش خير في حاتم. بالظبط. ملوش خير في مصر. طلع منه جمل كتيره بقت طبعا كتيره على السوشيال ميديا. بالظبط بالظبط. وبيناقش بجد قضيه حقيقيه عشناها وعايشينها وهنعيشها ان شاء الله. ما نعيشها يا رب. قول يا رب. يا رب املنا في ربنا كبير ان شاء الله. طيب احمد، اكيد كان فنان الكبير خالد صالح اكيد كان اداك زي نصيحه مشيت بيها طول حياتك في مجال التمثيل بالذات، اكيد كان قال لك خد بالك من كذا او اعمل كذا. ايه لحد دلوقتي لسه؟ هو احنا فعلا ما اتكلمناش في التمثيل كتير. فعلا ولحد دلوقتي انا بحس في اللي هو يعني طب ازاي يعني ازاي انا دلوقتي حابب التمثيل وعاوز ان انا اكمل فيه وخلاص انا واخد خطواتي وما كنتش عملت كده. انا استغربت كده بصراحه، مش انا قلت لك اول مع ازاي يعني ازاي ما تستفدش يعني. بس يعني هو فعلا عشان الواحد بس يعيش تمام ويبقى راضي، هو فكره ان هي خطه يعني، هو خطه اللي هي الواحد مش عارف هي هتوصل فين. بس طب ايه الشخصيه اللي انت نفسك تمثلها يعني، نفسك او ايه الدور اللي انت نفسك يجي لك؟ هو ده اللي انا عايزه. ما فكرتش قبل كده بصراحه. لا هو في كلها بس من دور. اكيد مثلا في دور في بالك انت نفسك ان انت تعمله، ده حلم حياتك ان انت لو عملته ده خلاص بقى انت كده. اوكي. ممكن يبقى سايكو، الدور اللي هو حاجه عامله زي زي باسل خياط او زي الدور بتاع كريستين بيل في امريكان سايكو. يعني في تيب كده معين هو في الحته دي، مش زي حد بالظبط بس هو في الحته بتاعت اللي هو ما تفهمش انت عاقل، انت مجنون، انت طبيعي، انت ايه بالظبط. هو كمان اختار دور صعب جدا اللي هو بيتكلم فيه ده، صعب جدا لان هو مساحته بتبقى واسعه قوي. انت ما بيبقاش ليك، ما انتش الزوج المحترم المحب اللي بيشتغل، ما انتش يعني ما لهوش حاجه معينه في الكتالوج. هو
كل حاجه توبه واسع قوي، فانت ممكن تلعب فيه زي ما انت عاوز، ممكن تخترع له حاجات ما حدش عملها. يعني فكره ان انت تحط فيه حاجه ما اتعملتش قبل كده اسهل بكتير من ان انت تبقى حاجه اوريدي اتعملت 100 مره قبل كده، فانت هيبقى صعب انك تطلع منها حاجه جديده. طيب كلمنا بقى عن بابا خالد صالح الفنان الجميل القدير، كان عامل ازاي في البيت؟ عصبي، هادي، مشغول، متعاون كده يعني؟ كان كل دول في بعض. مصدقك بجد كان كل دول في بعض. يعني احيانا كتير جدا ممكن يبقى في حاجه متنشناه، لان بابا الله يرحمه كان كبير عيله. كان بيقول لك في البيت انا بابا يلا؟ احيانا كان بيطلع كده بهزار، اللي هو انا بابا انا عاوز انا بابا يلا. عيب عليك ده. فاهمك. بالظبط. فهو فعلا كان كل الحاجات دي في بعض. يعني احيانا كان بيبقى في حاجه متنشناه او معصباه فمش عاوز يقولها عشان ما يشيلش حد هم معاه. فبس حاجه تانية تحصل ايا ما كانت، حتى لو ما تستاهلش العصبيه، فيتعصب قوي، فبعد كده نص ساعه ساعه بالكتير وخلاص. خلاص تمام، انا الدنيا هديت وما تيجي ننزل نخرج. ما تيجي يا حبيبي يلا يرحمه. يلا بينا نعمل اي حاجه. فاكر في مره قبل كده زعلته مني قوي، عملت حاجه يعني اخش خالص. كان ايه رد فعله بقى؟ ثورة عارمة وموبايلات اتكسرت و لا. كان عصبي جدا فعلا؟ نص ساعة بالظبط. اخس عليك يا جماعة، موبايل جديد. يلا بينا ننزل. رحنا شايل واشترينا حاجات، واللي هو الكلام ده كان طب كسر يا حبيب راحتك. خد ده كسر. انت واخد من عصبيته؟ يعني نفس العصبيه بتاعت لا مش طبعا الواحد ما يقدرش يحكم على نفسه، يعني ما اقدرش اقول نفسه لا عصبية. بس تبقى عارف انا عصب ايه الدفوهات او ايه الحاجات الحلوه. لا بس ما يعني ما اعتقدش، لا مش عصب يعني. وقت لما يبقى فيه ما فيش مجال تاني عصبي اكيد طبعا ابقى، بس لو حاجه مش محتاجه وسهل ان هي تعدي الامور سهله. يعني بحس ان لا الدنيا اسهل من الواحد يعصب نفسه ويضايق اللي حواليه يعني تبقى بارد احسن. بالظبط كده. لا لما تدخل التمثيل وتتعمق فيه قوي هتعرف ان انت مش تبقى بارد مزاجك. احمد قولي مين اللي نفسك تمثل قدامه كنجمه او نجمه مصري عالمي بقى يعني زي ما انت عايز؟ كتير قوي. انا اقول لك اسم واحد لان في كميه ناس بحبها مش طبيعي، وفي كميه ناس عارف ان انا مجرد ما وقفت قدامهم هتعلم منهم كتير جدا قوي يعني، فهيبقى صعب ان انا اقول لك اسم باين فعلاً. طب قول كذا اسم. اقول كذا اسم؟ ثلاثة. معاك ثلاث اسامي. معاك نجمات ونجوم على فكرة، يعني مش رجالة أيوة بس مش ستات بس. اوكي. نجوم محمد فراج، محمد ممدوح، احمد مالك، احمد داوود. بس يعني بس عارف انا بتكلم على الجيل القديم شوية. الجيل القديم دول مواهب جديدة يعني. احمد داوود وكريم عبد العزيز. طبعا طبعا، ما اصل دول كلهم يعني كل الاسامي الكبيره مفروغ منها ان اكيد نفسي ان احنا نشتغل مع بعض. هو بيتكلم على الجيل الجديد. بس بتكلم على الناس اللي انا عارف ان هو هيبقى في اضافه مني ليهم او منهم ليا، اكيد منهم ليا طبعا. فلا في اسامي كتير قوي. طب احمد مين مثلك الاعلى في التمثيل؟ يعني مين مثلا بتبص له تقول انا نفسي ابقى زي نجمه او نجمه؟ ممكن خالد صالح يا نادين اكيد بعد الفنان القدير. مين نفسك تبقى زيه، او مين نفسك ان انت تبقى عايز تقلده او بتتعلم منه؟ انا بحب جدا تجربه عمرو واكد الفنيه عموما، فكره ان هو بني ادم موهوب جدا 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 جدا، ممثل خطير تحفه، ومش يعني اللي هو ما بيعملش حاجه وهي ديت اللي انا بنجح فيها، فهي ديت اللي انا هبقى بشتغلها وهي ديت اللي انا ثابت فيها. ملوش تايب معين، هو بيتنطط، هو بيلعب. هو احلى حاجه في التمثيل فكره ان انا ابقى بلعب. مش وبيمثل في افلام اجنبيه وبيمثل في افلام مصريه ومسرح، فاللي هو متنوع. فديت بالنسبه لي تجربه فنيه حلوه قوي. ايه الجديد بتاعك يا احمد؟ بالاخر بقى الجديد يعني. بص انا على طول كده. لا هو فعلا ما فيش حاجه جديده، يعني لسه ما فيش حاجه اوفيشلي اتمضت، ما فيش حاجه بنحضر لها، بس في حاجه بتتعرض عليك بس بتقراها. في حاجات بتتقري. انا بصراحه يعني طول الوقت مؤمن بان الواحد لازم يشتغل على نفسه اكتر طبعا، الشغل بينمي وبيعلم. بس فكره ان انا ابقى واخد ورش، انا بحب المسرح جدا جدا، فعاوز ان ارجع تاني اعمل مسرح.
فيعني في كل حته مفيش حاجه معينه اقدر اقول لك عليها ان انا هعمل كذا. في كلام كتير قوي ودوشه حواليا بس انا لسه مش قادر اقول. انت عارف. طب احمد عندي سؤال ليك، هل ممكن ممثل، يعني احنا عارفين في ناس كتير قوي بتقول ان الممثل بتاع المسرح يقدر يمثل اي حاجه، طب العكس في ناس ممكن تبقى مستلعه من السينما او من التلفزيون وتروح مسرح؟ اكيد، هو طول ما الواحد عاوز حاجه هيعملها، يعني طول ما انا فعلا عاوز الحاجه ديت هفضل اشتغل واسعى لحد ما اوصل لها لو انا بجد عاوزها. بس هو في فرق ما بين المسرح والتلفزيون او السينما، يعني انا في الاوديشن بتاع ال 30 يوم كنت لسه مخلص بروفة مسرح، ورحت اول لقاء ما بيني وما بين استاذ حسام. لا كان تاني مره، كنت اوريدي معايا الورق وقريت وتمام، المفروض ان انا رايح هنعمل اوديشن هقرا هو المشهد اللي احنا اتفرجنا عليه. فروحت فلسه خارج من المسرح فالنرف عالي قوي والتون عالي والصوت والانرجي وانا بسمع اخر واحد بقى في الناس وهو قاعد قدامي بالظبط. فاللي هو قال لي لا احنا محتاجين نتون يا حبيبي نهدي الدنيا شويه عشان احنا قدام الكاميرا، يعني اللي هو كل تفصيله باينه كل ديتيل واضحه، فمحتاجين ان احنا نهدي الدنيا شويه. فطبعا بالنسبه برضو للي اوريدي شغال تلفزيون وسينما، فكره ان هو يدخل مسرح اكيد برضو هيبقى محتاج الشغل اللي الناحيه الثانيه بقى، فكره ان انا ابقى صوتي عالي بستخدم كل جسمي لان الناس كلها بعيد قوي عشان تشوفني. فاه طبعا ممكن، يعني اكيد ممكن. انت حبيت التلفزيون؟ انت مثلت تلفزيون كده ومثلت مسرح لسه ما دخلتش في السينما؟ لا. طب انت حبيت ايه اكتر، المسرح ولا التلفزيون؟ انا عارفه طبعا ان الفرق مهول ما بينهم، بس انت حسيت نفسك مسرح. في ايه؟ مسرح. ها مسرح يا جماعه، مسرح ده ادمان. طاقه مش طبيعيه. طاقه مش طبيعيه، وبعدين الرياكشن رد الفعل. يعني انا بعمل الحاجه وونس ما عملتها انا خلاص اهو الرياكشن رد الفعل باين على طول، حلوه وحشه عارفها في لحظتها. التلفزيون بيبقى التلفزيون ممتع جدا، يعني انا بجد استمتعت بالتجربه ديت وتعلمت منها كتير جدا. بس لا يعني انا افضل او احب اكتر المسرح. طب احمد في مواهب كتيره قوي طالعه، يعني زي ما انت ذكرت اسماء منهم، بس مين اللي حاسه انه هيبقى من الممثلين اللي هتعلم؟ يعني احنا حوالينا في مسلسلات رمضان 2017 طلعت مواهب كتيره قوي ووجوه كتيره جدا جديده، مين اللي انت حاسه ان هو لا ده هي يعني هينطلق؟ برضه ناس كتير. بس على فكره ديمقراطي جدا. لا فعلا يعني مش عايز بعيدا عن ديمقراطي، بس لا هو فعلا احنا في نقله نوعيه في المواهب وفي الرغبه في التميز وفي الرغبه في النجاح وفي الكتابه وفي التصوير، ففي فرز جديد طالع يعني يجنن بجد. فلا هو في ناس كتير قوي، يعني ان شاء الله انا واثق في ان هو هيبقى في حاجه فظيعه هتطلع منه. بس لو هشاور على حد بعينه هو ما عملش حاجه الا لما ابهرني، محمد فراج. يعني اللي هو بجد في حب شخصي جدا، احبه على المستوى الشخصي جدا. وهو ممثل زي ما بيتقال غول، يعني اللي هو يدخل على اي حاجه حقيقي 100% حقيقي، مفيش لحظه بتعدي تشك تحس ان هو بيمثل او ان هو مش حاسس الحاجه ديت. فهو وانس ما هو حاسس بجد هي وصلت لي وانا كمان حسيتها بجد بالظبط. فمحمد فراج انا من اول ما عرفت محمد فراج كممثل، اول ما ابتدى يشتغل وابتدى يظهر بجد، انا ما فيش حاجه ما اتفرجتلوش عليها وعدتها 10 15 مره عشان اركز في كل تفصيله بيعملها، ربع ثانيه عملها فيها حاجه. مجتهد يعني يا احمد كمان. ما شاء الله عليه يعني. طب بما ان انت بقى شخص مجتهد اكيد جالك نقد، يعني طبعا ايه بقى؟ يعني هل انت شخص بتحب ان انت في ناس بتقول لك انا بحب النقد عشان اعرف اطور من نفسي، وفي ناس انا من كتر واثقه في نفسي مقتنع ان انا بعمله صح. فايه يعني ممكن يبقى يعني ممكن يبقى انت اخذته سلبيا او ايجابيا؟ لا هو طبعا في نقد زي الطبيعي، في نقد بناء بالظبط، في نقد هدام، في حد ممكن يبقى بيقول لك الكلام دوت عشان يوقعك عشان يحسسك بان انت ما فيش منك فايده، ما فيش منك امل. وفي نقد بناء بجد دوت انا بحبه جدا، انا بحب جدا ان انا اقعد اسمع من حد بجد عارف ان هو مش هيضحك عليا. كل الناس الاسوياء لازم تحب النقد البناء طبيعي، لان غير كده يعني الثقه بالنفس حلوه ولازم تبقى موجوده، بس ما توصلش للغرور. بس في حته رفيعه قوي ما بينها وما بين فكره ان انا ما متجاهل اي حاجه هتتقال لي وانا تمام، انا كيان نفسي وما مش محتاج اي حاجه تانية. لا دوت بحس ان هو مش صح وما بيخلينيش اتقدم لقدام، لان انا في الاول وفي الاخر مش شايف الصوره كامله،
يعني الناس بتبقى شايفة الموضوع على بعضه، شايفاني كبني آدم في الحقيقة، شايفاني كحد بيمثل أدوار، فبيبقوا عارفين ان هو ده طبعا البني آدم اللي هيبقى فعلا عاوز ينميك أو يديك نقد إيجابي تعرف ان انت تنمي منه نفسك. فلا طبعا النقد شيء جميل يعني. أحمد انت النهاردة أسعدتنا، إن شاء الله تبقى أكبر نجم في مصر. بنشكرك يا أحمد ابن الفنان الجميل الراحل خالد صالح. هنروح فاصل ونرجع مع دكتورة هبة عادل أخصائي الجلدية والليزر بمراكز نبض عشان نعرف إيه المشاكل اللي بتواجهها البنات وبتخاف وبتكسل تعالجها. فاصل ونرجع تاني.